تعالوا بقى نروح لملف تاني وهو قرعه بطوله كاس العالم لتنس الطاوله المختلط، المختلط بمعنى ان الرجال والسيدات هيلعبوا فيه مع بعض في فريق واحد. بتقام هذه البطوله في غالبا فتره، عشان بس ما اقولش تواريخ مش مظبوطه، هتقام امتى يا ست الكل؟ من 4 ل 10 ديسمبر الجاري ان شاء الله. لا لا الشبوره وصلت عندي ما بقتش شايل. من 4 ل 10 ديسمبر الجاري طبعا، ووفقا لهذه القرعه يعني وقعت مصر بقى في المجموعه الثانيه بجانب منتخبات البرتغال والمانيا وسلوفيكيا. طبعا مصر كانت حققت وصافه بطوله مصر الدوليه لتنس الطاوله للناشئين والناشئات بعد الصين طبعا اللي كانت في اكتوبر الماضي لو حضراتكم فاكرين. حققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميداليه بواقع 3 ميداليات ذهب و3 فضه و6 ميداليات برونزيه. كل التمنيات بكل النجاح والتوفيق صحيح اللي جاي ان شاء الله. صحيح. احنا نتكلم في الرياضات المختلفه، خلينا دلوقتي نروح لبطلتنا هانيا الحمامي المصنفه الثالثه عالميا اللي نجحت في التتويج ببطوله هونج كونج للسكواش. هنا قيمه الجائزه كان في ناس بتحب الحاجات دي وصلت ل 190 الف دولار للرجال وطبعا زيهم للسيدات، وده اللي خلى برضو يعني او خليها نقول بقيمه البلاتينم اللي هي اعلى فئه في بطولات السكواش طبعا اللي من حضراتكم يعرف في هذه الرياضه. وفازت كمان هانيا في المباراه النهائيه للبطوله دي على المنافسه الامريكيه اماندا صبحي بنتيجه 3-0، كانت مباراه قويه جدا وتقريبا اخذت من الوقت 10 دقائق. على كل حال بالتوفيق للي جاي لان لسه في بطولات كبيره جدا، لكن مش غريب ان انت كل اسبوع تقريبا او كل بطوله بيبقى المهيمن فيها او المسيطر فيها هم ابطال مصريين سواء على مستوى الرجال او السيدات، ده الطبيعي بتاعنا. بس نتمنى بقى مع ادراج السكواش في اولمبياد ان شاء الله لوس انجلوس بشكل رسمي 2028 يكون في نتاج لده. يعني احنا دلوقتي مسيطرين على العالم كله وعلى المستويين، لكن هل السيطره دي هتفضل مستمره لما يتم ادراجها في الاولمبياد ولا لا؟ ده طبعا هنعرفه وقتها يعني، بس نتمنى ذلك طبعا لان وقتها كريم هيبقى في اجيال خلصت. فهي دي النقطه. بس انا بتهيالي برضو الناشئين عندنا بنفس المستوى مش اقل يعني. بصي ملف السكواش هو اكتر ملف مطمئن، ونتمنى ان يبقى صحيح الوضع على ما هو عليه، بل ونتمنى ان يستنسخ هذا النجاح في كل الاتحادات الرياضيه المختلفه، لان احنا الحقيقه بنتكلم على قصه نجاح مدويه، احنا مش مجرد ناجحين في هذه الرياضه، احنا متسيدين الموقف على الصعيد العالمي، فرجال وسيدات يعني حاجه طبعا رائعه.